لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد، أنت قلت وقولك الحق المبين في محكم كتابك العزيز. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده
ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا فيه من النعم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفرقة إلى الاجتماع، ومن البدعة إلى السنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن جميع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود، يا فعالا لما يريد، يا ذا العرش المجيد. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا إلهنا يا ربنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا إله غيرك فاللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا سامع كل نجوى ويا دافع كل بلوى نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين نسألك خير هذه الليلة فتحها ونورها ورزقها وبركتها وسلامها وهداها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار اللهم اجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم أصلح أحوالهم اللهم ارفع الفقر والجوع والأمراض عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة اللهم ارحمهم
اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم وعافهم واعف عنهم وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين. ليس لنا رب سواك فيرجى، وليس لنا إله غيرك فيدعى. بمن نلتجئ وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر؟ إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في اليمن، اللهم ارزقهم الالتفاف حول الشرعية. اللهم عليك بالفئة الباغية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا وهاب نسألك أن تقينا شر غوائل الإرهاب ومن موله ودعمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من الحزبية والعصبية والعنصرية والطائفية يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وارزقهم الوسطية والاعتدال، واحفظهم من الغلو والجفاء والتحرر والانحلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ فتياتنا وزينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم اجزه عن هذه البلاد خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، وارحم من بعده أبناء تعاقبوا على ملك هذه البلاد، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان لما تحب وترضى يا ديان يا منان. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا رشيدا، ورأيا سديدا، وفعلا حميدا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، واجعله في موازين أعماله الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما فيه خدمة الإسلام والمسلمين وصلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا أمير البلد الحرام ونائبه لكل خير، واجزهم على ما قدموا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام يا رب العالمين.
العالمين. اللهم احفظنا من قنوات التضليل والفتنة ومواقع الشائعات المغرضة والأراجيف الكاذبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سخر التقانة والإعلام لخدمة الإسلام. اللهم وفق الإعلاميين لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين. اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت تقبل منا أجمعين. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم تقبل منا أجمعين صيامنا وقيامنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك. اللهم اجعلها لوجهك خالصة. اللهم اجعلها على هدي نبيك صائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم كن لجميع من عمل في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم ضاعف لنا الأجور والمثوبة يا حي يا قيوم وأعدنا في هذا المكان المبارك سنين متعاقبة ونحن في خير وعافية وبلادنا في أمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين حائزة على الخيرات سالمة من الشرور والآفات. اللهم رد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وحضرها وسمعها وشاهدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.